وزي ما بنقول يعني ايام قليله قوي بنحتفل بيوم عرفه، عيد الاضحى المبارك، وطبعا الكل بيستنى الاعياد علشان الاجازه. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار خاص بايام اجازه عيد الاضحى المبارك وذكرى ثوره 30 يونيو، وهتبدا الاجازه بشكل رسمي من يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، هيكون يوم 27 يونيو والحد يوم الاثنين 3 يوليو 2023، على انها تكون اجازه رسميه مدفوعه الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات طبعا حسب المواعيد المقررة من السلطة المختصة. كل سنة وانتم بألف خير، عيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم، وإن شاء الله عيد هادي ونادي على الكل يا رب. وإحنا بنقرب على العيد والأجازات، كل جهة بتعمل كل ما في وسعها عشان تسهل على الجمهور أو الناس خلال الأيام دي إن شاء الله.